نتوقع ان شاء الله في المساء بيكون فيه اشياء مفيده جدا جدا. الجو العام وجو توافق ان شاء الله، وسوف نصل الى حل خلال ايام قليله. في خضم الماراثون التفاوضي في الصخرات المغربيه والتطلع الى قرب وصول اطراف النزاع الليبي الى اتفاق نهائي، يتم اطلاق حمله عسكريه جديده في مدينه بنغازي من قبل ما يسمى بعمليه الكرامه. وصفت البعثة الأممية توقيتها بأنه توقيت يهدف بشكل واضح إلى عرقلة مفاوضات الحوار في الصخرات. فما هي آخر تطورات المسار الحواري الليبي في الصخرات؟ وهل ثمة تعديلات تضمنتها المسودة الأخيرة التي قيل أنها الأخيرة؟ وهل للتصعيد العسكري في بنغازي كمحاولة لتغيير موازين القوى تأثيره في اتجاه الحوار أو عرقلته؟ أم أن الخيار الحواري قد تجاوز أي فرصة للتقويض في ظل إرادة وضغط دولي له كلمته التي لا يمكن ردها؟ لمناقشة آخر مستجدات الحوار في الصخرات وتأثير العملية التي أطلقها خليفة حفتر على هذا المسار، ينضم إلينا عبر الهاتف مفدنا في الصخرات عماد الدين بالعيد، ولدينا ضيوفنا هنا في الاستوديو السيد خالد الفلاح الكاتب والمحلل السياسي، كما سينضم الينا عبر الهاتف السيد الدكتور محمد الحريزي ايضا محلل سياسي من صبراته. وابدا بمفدنا عماد الدين بالعيد في الصخرات لاساله، يعني كان من المفترض ان يعقد مبعوث الامم المتحده في الساعه السابعه مؤتمرا صحفيا، ما الذي جرى حتى الان؟ نعم، اهلا بك زميل عبد الرحمن، وكذلك بضيف الكريم السيد خالد، وكذلك ضيفك الاخر. اذا كان هنا منذ قليل وقفة المشاركين في جلسات الحوار كان دخل. عفوا عماد، لدينا اشكاليه في الصوت ربما تم معالجتها. تفضل. نعم، قلت لك زميلي عبد الرحمن بعد ترحيبي لك وترحيبي بضيوف الكرام وكافه مشاهدين بانوراما، ان كان من المفترض ان يتم اجتماع على تمام الساعة السابعة بتوقيت العاصمة الليبية طرابلس بين كافة الفرقاء الليبيين، وكان سيسبق هذا الاجتماع مؤتمر صحفي المبعوث الأممي حسب تسريبات كان مرجح أن يعلن فيه عن الوصول إلى الوثيقة بشكلها الأخير وتسليمها إلى كافة الأطراف. ولكن ما يبدو أن هناك بعض العراقيل خرجت واستجدت مؤخرا، وأن مطالب المؤتمر يبدو أن المؤتمر لم ينل كل ما يريد، وما زال هناك نقطة خلافية حتى هذه اللحظة، رغم أن الوثيقة لكافة الأطراف يرون أنها أصبحت جاهزة للتوقيع، وكان من المرجح اليوم أن يتم التوقيع عليها كذلك زميل عبد الرحمن، حتى تم تجهيز القاعة المخصصة لهذا الأمر، وهي نفس القاعة التي تم التوقيع بها على الأحرف الأولى من قبل على الوثيقة الماضية. يعني المسودة الأخيرة هذه التي تحدثت عنها، هل يعني رشح منها أي شيء؟ هل لديكم منها أي نسخة خرجت من أروقة الحوار؟ نعم، هو تم تسليم هذه النسخة منذ حوالي بضع دقائق لكافة الأطراف الحوار بما فيهم البرلمان والمؤتمر، وكذلك المستقلين ورؤساء الأحزاب وبعض ممثلين للمرأة، كافتهم استلموا هذه المسودة. لذلك كان من المرجح اليوم أن يتم التوقيع النهائي عليها والعودة بها إلى طبرق وكذلك إلى طرابلس من أجل أن يتم اعتمادها هناك. ولكن كما قلت لك حدثت عرقلة في آخر اللحظات، يبدو أن هناك بعض المطالب المؤتمر الوطني لم تشتملها هذه المسودة. يعني كان يفهم من كلامك أن العرقلة حدثت بسبب وفد المؤتمر الوطني المتواجد في الصخرات. لا، ليس كذلك، وإنما هو كان قدم بعض التعديلات على المسودة بشكلها الأخير، ويبدو أن المبعوث الأممي قد أخذ بعضها ولم يأخذ البعض الآخر، مما أدى إلى إطالة وجلسة المؤتمر الوطني، وطالب بتأجيل الحديث عن توقيع هذه المسودة أو مناقشة الأسماء الحكومة. طيب، يعني ما هي أبرز اعتراضات وفد المؤتمر الوطني العام على المسودة الأخيرة؟ نعم، هذا ما لم نستطع حتى الآن هو إدراك، لأن في الحقيقة 9 تعديلات السابقة التي اقترحها المؤتمر الوطني تم قبولها، وثم عاد إلى طرابلس ليأتي بأسماء كما هو معلن في مهلة 48 ساعة التي منحها المبعوث الأممي، ولكن عندما عاد مجدد للصخرات أتى بتعديلات حسب الوصف المستشار هنا القانوني للبعثة الأممية، تحدث أن هذه التعديلات أتت
بثلاثة أوراق يعني، وكانت تعديلات جوهرية في المسودة، فالمبعوث الأممي قام بأخذ هذه التعديلات ورفض الجزء الآخر وبدأ يتجاوز التعديل في المسودة، وأصبح يتحدث الآن عن تشكيل الحكومة وترشيح أسماء. طيب يعني اعتراضات المؤتمر الوطني أو ملاحظاته أو تعديلاته أيا كان المسمى، هل تم رفضها بالكامل من قبل بعثة الأمم المتحدة، رفض إدراجها يعني في المسودة الأخيرة، أم أنها اشترطت لإدراجها تقديم أسماء مرشحين لحكومة الوفاق؟ لأن لدينا أنباء تقول أنها البعثة موافقة لكن بشرط تقديم أسماء مرشحين، ولدينا أخبار تقول بأن البعثة رفضت هذه التعديلات خاصة وأيضا السفراء الدول. نعم، هي البعثة الأممية وفي تصريح للمبعوث الأممي تحدث أنهم بدأوا يتلقون الأسماء من الأطراف المشاركة، أي أن مرحلة التعديلات أعتقد أنها قد تجاوزناها بالتعديلات الأخيرة للمؤتمر الوطني على المسودة المعروفة بالنقاط التسعة والتي قدم بها من جنيف، وكذلك في التعديلات الأخيرة التي أضيفت بعدما عاد من طرابلس. لذلك الآن كافة الأطراف في هنا في الصخرات تتحدث عن بداية في مناقشة أسماء الحكومة، ترشيحات الحكومة، ويبدو أن المسودة الأخيرة قد تم إغلاق أي إغلاقها ولا تقبل أي تعديل على النص. طيب يعني عماد الدين، يعني بحسب تواجدك أنت يعني هناك في الصخرات ومن مع الأطراف المشاركة في الحوار، من الذي يقرر أن التعديلات قد أقفل بابها؟ هل هي بعثة الأمم المتحدة؟ هل هم سفراء الدول الراعية لهذا الحوار؟ أم أن هم الأطراف الليبية وخاصة الطرفين الرئيسيين المؤتمر ومجلس النواب، خاصة أن مجلس النواب لا يزال يصدر بيانات يرفض فيها هذه المسودة؟ يجب أن ندرك زميل عبد الرحمن وأنت تدرك أن حتى الآن الأطراف لم يلتقيا على طاولة واحدة، بالتالي من يستلم هذه التعديلات ومن يعلن قبولها والموافقة عليها هو المبعوث الأممي، وأحيانا حتى الطرف الآخر عندما قدم المؤتمر الوطني التعديلات التسع وقبلها المبعوث الأممي لم يكن للطرف الآخر أي دراية فيها حتى تم إضافتها إلى المسودة، وهذا ما أدى إلى اعتراض البرلمان، والآن هو معلق مشاركته في 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 الجلسات الصخرات حتى عودة عضو البرلمان أبو بكر بعيرة من طبرق خلال الساعات القادمة. طيب إذا كان الأمر كما وصفته زميلنا عماد، يعني كيف يسعى مبعوث الأمم المتحدة أو بعثة الأمم المتحدة إلى إجراء جلسة للتوقيع مع يعني تعليق مشاركة أعضاء مجلس النواب أو وفد الحوار لمجلس النواب لمشاركته في 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 جلسات الحوار؟ يعني إذا من هي الأطراف التي هي موافقة على التوقيع؟ هنا قد يتبين لك هذا السؤال عندما ترى حجم الحضور الدولي هنا اليوم، تواجد السفير البريطاني والسفير الفرنسي والسفير الصيني وكذلك الروسي، كذلك حتى السفيرة الأمريكية السابقة في ليبيا وهي السيدة ديبورا جونز، والتي الآن هي تمسك الملف الليبي في وزارة الخارجية الأمريكية، هي الآن متواجدة في الصخرات وكانت حاضرة منذ قليل في قاعة الاجتماعات واجتمعت والتقت وتحدثت مع بعض المشاركين في الجلسات. يبدو أن المجتمع الدولي الآن يسير إلى مجال توقيع على هذه المسودة بشكلها النهائي والبدء في الحديث عن تشكيل حكومة توافق وطني، لأن كافة من تحدث من هؤلاء السفراء يتحدث عن أننا نطمح لدعم الحكومة القادمة وأن الحكومة القادمة هي من تتحظى بالدعم. لذلك يبدو أن المجتمع الدولي قد وضع حدا لهذا الصراع السياسي بأن يتم التوقيع على هذه المسودة والانتقال في تشكيل الحكومة من أجل أن تكون حكومة وحدة وطنية. نعم. طيب ما حقيقة الأقوال التي تقول بأن المجتمع الدولي يضغط باتجاه الذهاب نحو تشكيل حكومة الوفاق حتى لو أن طرفي الصراع في ليبيا مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام امتنع عن التوقيع وامتنع عن الاستمرار فسيتم تجاوزهما؟ يعني ما حقيقة هذا الأمر؟ هذا ما يبدو فعلا هو ما يسير إليه الحوار الليبي الآن في الصخرات. الحقيقة هناك محاولة لقبول للضغط على كافة الأطراف بقبول المسودة بشكلها نهائي، ولا ندخل في باب مجددا تجديد هذه المسودة وتعديلها وإضافة ملاحق عليها، وهذا ما أدى إلى تأخير عمر الحوار ويتم تأجيل أي خلافات في داخل المسودة إلى الملاحق،
يتم مناقشه اي خلافات في الملاحق من ضمنها طبعا ترتيبات الامنيه وفيما يتعلق بموضوع الجيش وغيرها. ولكن المجتمع الدولي هنا متواجد بقوه، وحتى سفراء في الدول العربيه متواجدون هنا، وجميعهم يصرون على ان يتم الان قبول هذه المسوده والانتقال لتشكيل حكومه توافق وطني وترحيل الخلافات الى ما بعد. طيب عماد، قبل أن أسألك السؤال الأخير، ضيفي هنا لديه سؤال يسألك السيد خالد الفلاح حول، ذكرت أنت أن السفراء الدول المجاورة والدولية متواجدين في الصخيرات، يعني هل سفير الجزائر والسفير المصري أيضا متواجدين؟ السفير المصري أعتقد أنه متواجد، وكذلك أعتقد أن سفير الإماراتي متواجد هنا في الفندق، ولكن حتى الآن لم يقم بأي تصريح أو الخروج في أي لقاء. طيب السؤال الأخير الآن، ما هو المتوقع في الساعات القادمة عماد الدين؟ المشهد في الحقيقة مرتبك جدا هنا، وتضارب في التصريحات، الكثير يتحدث عن أن سيتم التوقيع على المسودة الآن في نفس القاعة التي تم توقيع عليها بالأحرف الأولى، والبعض يتحدث على أن هناك خلاف كبير جدا استحدث في اللحظات الأخيرة بين المؤتمر الوطني والبعثة الأممية، مما قد يؤدي إلى تأجيل الخلاف، وأيضا يتحدث البعض أن المؤتمر الوطني سيعود إلى العاصمة طرابلس صبيحة يوم الغد. شكرا جزيلا لك عماد الدين بالعيد، موفد قناة ليبيا بانوراما في بلدة الصخيرات المغربية، شكرا جزيلا لك مجددا. ونجدد الترحيب بك سيد خالد الفلاح، وكذلك بضيفي عبر الهاتف الدكتور محمد الحريز المحلل السياسي. أبدأ معك سيد خالد الفلاح، إذن هناك ضغوط كبيرة من أجل الذهاب نحو التوقيع المسودة من قبل المجتمع الدولي، يعني ضغوط من قبل المجتمع الدولي على جميع الأطراف باتجاه الذهاب للتوقيع وإنهاء وقف الباب أي تعديل أو مناقشة في هذه المسودة، كيف تعلق على هذا الأمر؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكرك أستاذ عبد الرحمن، ونشكر قناة ليبيا بانوراما على حسن الاستضافة، وحييك وحيي المشاهدين الكرام في كل مكان، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة هذه الأيام المباركة التي يسأل الله عز وجل أن تكون أيام خير على الشعب الليبي. الضغوط الدولية التي يتحدث عنها يعني الكثيرين، سواء على المستوى الإعلام المرئي أو الإعلام المسموع، حتى شبكات التواصل الاجتماعي، أنا أرى أن هناك تضخيم كبير في مجال في الحديث على هذه الضغوط. دعنا في البداية نسأل أنفسنا هذا السؤال المهم جدا، وهو أراه السؤال الجوهري. الأطراف الليبية المتنازعة الآن، هل هي أطراف صاحبة قرار مستقل أم لها ارتباطات بقوى إقليمية؟ أظن أن هناك شبه إجماع بين جميع الليبيين أن هذه الأطراف لديها ارتباطات بقوى إقليمية، وأن الصراع بينها هو في حقيقته صراع إقليمي وصراع دولي على ليبيا. فإذا اعتبرنا أن هذا الجواب صحيح، وكما ذكرت أن الكثيرين يعني يرونه كذلك، فأرى أن ما يقال على بخصوص ضغوط دولية على الأطراف المتصارعة هي نوع من الترويج الإعلامي لا أقل ولا أكثر. يعني الصراع الليبي للأسف تحولت إلى ساحة صراع إقليمي، هناك أكثر من محور إقليمي يستغل الأطراف الليبية المتنافرة في الأصل لتأجيج الصراع من أجل تحقيق مكاسب وتسويات حتى في شؤون أخرى. يعني الملف الليبي أصبح بطريقة أو بأخرى مرتبط بالملف السوري والملف العراقي والملف اليمني، ولا يمكن الوصول بأي حال من الأحوال، لا يمكن الوصول لتسوية في ليبيا ما لم تتم تسوية الملفات الأخرى العالقة يعني، وهذه أوراق ضغط عند اللاعبين الكبار. فموضوع الدعم الدولي والضغط الدولي يجب أن نتناوله من هذا المنظور يعني، ولا نشطح بهذه. طيب دعني أستمع إلى وجهة نظر الدكتور محمد الحريزي المحلل السياسي، معنا الآن عبر الهاتف من مدينة صبراتة. دكتور محمد، يعني المشهد كما أفاد مفادنا في الصخيرات في هذه اللحظات شديد الضبابية وشديد الغموض، هناك ضغوط باتجاه التوقيع على هذه المسودة، يعني هل يملك الأطراف المتواجدون هناك ومخولون بالتوقيع على هذه الاتفاقية، خاصة وأن الطرفين الرئيسيين المؤتمر ومجلس النواب لم يوافقوا بعد على هذه المسودة، ولم يصوتوا بالتوفيق عليها بالموافقة عليها المسودة الأخيرة، وكذلك لم يخولوا لجان الحوار بالتوقيع؟ مرحبا بك وبمشاهدين الكرام. أنا أعتقد أولا بالنسبة للبرلمان، هو وقع بالأحرف الأولى على المسودة الأولى،
وأحدثت بعد ذلك تعديلات بناء على طلب المؤتمر الوطني العام وبعض الأطراف السياسية. هذه التعديلات ضمنت في المسودة من قبل المبعوث الأمم المتحدة وليس من قبل البرلمان. واضح أن البرلمان لم يوافق على هذه التعديلات، وبالتالي الآن واضح من الحوار الذي جرى ومن التسريبات التي حصلت كأن اليون تراجع عن بعض التعديلات التي أضافها تلبية لطلب المؤتمر الوطني العام، وهو يريد الآن فرض هذه الوثيقة وهذه المسودة على الجميع للتوقيع، لأن المجتمع الدولي بدأ يهتم أكثر ما يهتم بحكومة وفاق وطني، أصبح لا يبالي كثيرا بالبرلمان ولا بالمؤتمر، هو حريص على أن تكون هناك حكومة تسير الأعمال في هذا الوقت. هذا الضغط الآن الذي يمارس هو من أجل الخروج إلى تشكيل الحكومة وتأجيل النقاط الخلاف إلى المسود إلى الملاحق، وهذا أمر طبعا غريب، يعني يتم الاتفاق قبل أن يتم الاتفاق بين الأطراف تشكل حكومة ثم بعد ذلك تناقش المحاور. أنا لا أدري ما هو التعديل الأخير الذي أحدثه اليون بحيث أنقص المواد من 75 إلى 69 تقريبا مادة، يعني أبعد ست إضافات. يعني دكتور محمد، دكتور محمد، نعم. هل السيناريو الذي حصل الآن هو نفس السيناريو الذي حصل من قبل في المسودة الثالثة والرابعة، يعني عندما حصل أو الرابعة والخامسة، يعني لست أذكر تحديدا، لكن حصل تعديل إيجابي من ناحية من وجهة نظر المؤتمر في إحدى المسودات تم التراجع عنه في المسودة التالية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى؟ هل نحن الآن في نشهد نفس الحدث أو السيناريو؟ هو هذا الذي يبدو الآن من الحوار الذي يجري الآن بين المؤتمر ومبعوث الأمم المتحدة، يبدو أن حتى التعديلات التي وافق على إضافتها على المسودة الأخيرة كأنها استبعدت الآن، يعني كأن الآن اليون تراجع عن هذه بناء على الضغوط التي مورست عليه من قبل البرلمان ومن قبل بعض الأطراف الإقليمية، كأنه تراجع عن هذه التعديلات، فيبدو هكذا. يعني نحن لحد الآن ننتظر هذه المسودة الأخير التي يراد التوقيع عليها ماذا تحتوي، لكن واضح جدا أن الآن التركيز هو على حكومة الوفاق، يعني دعنا نشكل حكومة وفاق ثم نتفق بعد ذلك، وهذا أمر غريب جدا. يعني من هي الجهة التي ستعتمد هذه الحكومة لو شكلت الآن؟ هل هو البرلمان؟ هل هو المجلس الرئاسي؟ هل هو المؤتمر؟ من هي الجهة إذا لم يتم الاتفاق على هذا الأمر؟ فنحن الآن ننتظر ما هذه الأخبار، ما الذي سيحصل في الأوقات القادمة. لكن هناك الآن يعني تصعيد من جانب البرلمان، وهو يعني إشعال المزيد من الضربات والقتال في مدينة بنغازي متوافق مع هذه. نعم سيد محمد، دكتور محمد، دكتور محمد، سنتحدث ربما لو سمح لنا الوقت في وقت لاحق عن هذا، عن تأثير هذه الضربات على مسار الحوار، ولكن دعنا نشرك الآن معنا الأستاذ عبد الله الكبير الصحفي، معنا عبر الهاتف من لندن. أستاذ عبد الله الكبير، يعني هل يمكن للمجتمع الدولي، وقد استمعت إلى ضيوفي الكرام، يعني أتمنى ذلك، هل يمكن للمجتمع الدولي أن يضغط ويذهب باتجاه تشكيل حكومة وفاق وطني بمن وافق في من أطراف متواجدة الآن في الصخيرات، بغض النظر عن يعني وصف هذه الأطراف، هل هي مجلس النواب، هل هي مؤتمر وطني، هل يستبعد هذين الطرفين بالكامل، وإنما يذهبوا بمن وافق ومن وقع باتجاه تشكيل حكومة وفاق وطني يتم دعمها دوليا واستبعاد بقية الأطراف غير الموافقة؟ نعم، تحية لك أخي عبد الرحمن ولضيوفك وللسادة المشاهدين والمستمعين. إذا كان واضحا منذ البداية أن المجتمع الدولي يضغط من أجل تكوين حكومة وفاق وطني تكون شريكة له في ملفين مهمين، وهما الهجرة غير الشرعية وتمدد التنظيمات المتطرفة. مسألة الاتفاق السياسي ومسألة مجلس النواب والتمديد له ومجلس الدولة وكافة الخلافات التي وقعت بين البرلمان والمؤتمر لا تعني المجتمع الدولي كثيرا. المجتمع الدولي يسعى إلى تشكيل هذه الحكومة، وأعتقد أنها ستنال النور قريبا وستتحصل على كل الدعم من المجتمع الدولي، ولن يلتفت المجتمع الدولي للتفاصيل والخلافات التي قد تطرأ بين المؤتمر وبين مجلس الدولة والذي يضم في غالبيته أعضاء المؤتمر وبين البرلمان، وستسيل الأموال المجمدة لهذه الحكومة وسيتم التعامل معها بشكل رسمي. هذا هو السيناريو المتوقع منذ البداية. نعم. طيب، لكن هل تشكيل هذه الحكومة بهذه الطريقة وبهذه الأولويات يمكن أن يكون حلا للأزمة الليبية، ويمكن أن يكون في صالح الشعب الليبي وفي صالح ليبيا؟
أنا في توقعي أن ستكون في صالح الشعب الليبي إذا كان بالحكومة عناصر وطنية تعي مسؤولياتها في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة، وتستطيع أن توازن بين متطلبات الشعب الليبي ومتطلبات الوطن ومتطلبات المجتمع الدولي والدول التي لها مصالح في ليبيا. نحن في لحظة حرجة، الوطن يتفكك، الوطن يتعرض لأطماع خارجية خاصة في الجنوب. أنا أتمنى أن تكون هذه الحكومة وهناك تصعيد أيضا، وهناك تصعيد أيضا في مدينة بنغازي من قبل القوات التابعة لمجلس النواب. بعد فاصل قصير أعزائي المشاهدين نتطرق إلى هذا التصعيد ومدى تأثيره على مسار الحوار، وهل فعلا كان يهدف إلى عرقلة هذا المسار ومواقف المجتمع الدولي منه. فاصل قصير ثم نعود. في إطار التطوير والوصول إلى مشاهدين في أوروبا والوطن العربي، نعلمكم بأنه يمكن متابعة ليبيا بانوراما على القمر الصناعي نايلسات، وذلك على التردد الإضافي 10873. أهلا بكم مجددا سيد خالد الفلاح، أتحول إليك مباشرة. إذن هل نحن الآن ربما نشهد سيناريو صناعة كرزاي جديد في ليبيا على غرار أفغانستان أو على غرار العراق، يعني المالكي في العراق؟ بخصوص المجتمع الدولي، يعني واضح من للأسف سأضطر لمخالفة الضيفين الكريمين بموضوع الضغوط وفرض الحكومة. أنا كما ذكرت لك أن الصراع الليبي هو صراع إقليمي وصراع عالمي، فعندما تقول أن المجتمع الدولي سيفرض حكومة على الليبيين، هذا يعني أن الليبيين يختلفون فيما بينهم، والمجتمع الدولي بعيد عن هذا الخلاف، هو المجتمع الدولي هو سبب الخلاف أصلا. يعني فكرة أن تأتي حكومة يعني كرزاي أو مالكي أو إلى آخره أمر صعب جدا لعدة اعتبارات. أولا، إذا ما تم تشكيل حكومة فهذا يعني أننا في الواقع سنكون أمام ثلاث حكومات: حكومة اثنين في الشرق اللي هي عاجزة، يعني رئيسها عاجز حتى على الخروج يعني من والتنقل بحرية، حكومة الغويل والمؤتمر الوطني في الغرب، وحكومة ليون التي الله أعلم أينما ستكون، يعني في الصخيرات في مالطا في تونس مش معروف. لكن هذه الحكومة التي ستسير لها الأموال، هذه الحكومة التي ستدعم بالسلاح والتي سيعترف بها المجتمع الدولي، وبالتالي ربما تتمكن من السيطرة على يعني وإنهاء تواجد هذين الحكومتين التي وصفتهما يعني في الشرق والغرب. لا، صعب جدا، لأن السلاح هو السلاح عند الجميع، يعني الكل مسلح في ليبيا. أنت ستدعم من ضد من يعني، والشخص الذي ستدعمه هل هذا يعني أن من سيقف أمامه الطرف الآخر لن يجد داعم له بالسلاح؟ قلت لك أن الخلاف في ليبيا خلاف إقليمي وخلاف عالمي، وبالتالي يعني السعي إلى حقن الدماء، أو الذين يقولون سنذهب لاتفاق من أجل حقن الدماء، أنت تراه لن يتحقق حقن الدماء بهذه الطريقة؟ لو لا، بهذه الطريقة سيزيد سفك الدماء، لن يتحقق الدماء. يعني نحن عندما اقتربنا من موضوع تشكيل حكومة حفتر قام بالتصعيد. نعم، إذن ألتقط منك هذه النقطة وهذا التصعيد الذي قام به حفتر في يوم 20 سبتمبر، يعني يوم أمس، في الوقت الذي أو كان يفترض فيه أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق، شهدنا تصعيدا في 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 بنغازي وفي كذلك الكفرة. كيف يعني تابعت دكتور محمد يعني الحريزي هذا التصعيد، وهل له ارتباط بموضوع الحوار؟ لأن بعثة الأمم المتحدة وكذلك سفراء الدول أدانوا هذا التصعيد ووصفوه بأنه جاء في توقيت لغرض عرقلة مسار الحوار والوصول إلى الاتفاق النهائي. نعم، يعني هذا التصعيد هو تصعيد مخطط له، لأن العقيد المتقاعد خليفة حفتر ويسعى منذ فترة
أن يكون على رأس مجلس عسكري، وهو بدأ في إجراءات حقيقية تبين ذلك، يعني قرارات التي كان يصدرها لوزارة المواصلات لوزارة الداخلية متغافلا أو متناسيا أو متجاهلا البرلمان وحكومة الثني، بل اعتقل الثني ومدير مكتبه وهو يتصرف على هذا الأساس، وبالتالي حفتر من مصلحته أن يتعثر هذا الحوار وأن يفشل حتى يصل الموعد وهو 20/10 موعد انتهاء مدة البرلمان المنحل الذي يحل بالمحكمة، فيعلن أن البلد أصبحت في فراغ سياسي، وبالتالي يسأل له إعلان مجلس عسكري وما إلى ذلك اتباعا لخطوات السيسي في مصر، فهو يسعى في هذا الاتجاه الآن. هذا التصعيد مراد منه هو إفشال الحوار وإفشال الوصول إلى حل، لأن لو تشكلت حكومة واعترف بها المجتمع الدولي قبل هذا الموعد يعني قطع الطريق على حفتر وعلى مخططه بأن يكون على رأس مجلس عسكري يدير أمور البلاد إلى أن تجرى انتخابات كما هو قائم الآن في مصر. فهذا التصعيد مقصود ويحاول أن يعرقل هذا الحوار بكل أشكاله، وأنت تلاحظ كلما عقد الحوار كلما بدأ التصعيد سواء كان في الشرق أو في الغرب، حتى في الغرب يعني محاولات ما يسمى بجيش القبائل ودخولهم من جهة صبراتة ومن محاولاتهم العديدة تأتي دائما في بدء الحوار سواء كان في الصخيرات أو في جنيف في محاولة لإفشال هذا الحوار. لكن يبدو اليوم الآن إذا كان هو فعلا استجاب لضغوط البرلمان وأبعد التعديلات التي طلبها المؤتمر الوطني العام، يعني كأنه يريد أن يتجاهل طرف أساسي في هذه المعركة، الطرف الأساسي الذي بيده حقيقة الأكبر قدر من القرار في الحل، وهو المؤتمر الوطني العام ومن يتبعه من الجيش والثوار. طيب، وصفت حفتر بأنه يسعى إلى تشكيل مجلس عسكري وبدأ فعلياً ربما بالتمهيد لهذا العمل من خلال مراسلاته إلى مختلف المؤسسات، متجاهلا كما ذكرت دكتور محمد يعني رئاسته أو المسؤولين عنه. هل 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 بهذا نعتبر فعلا أن خليفة حفتر متمرد فعلا على البرلمان وبالتالي إدانة المجتمع الدولي؟ وهنا أتحول بالسؤال إلى الأستاذ عبد الله الكبير. إدانة المجتمع الدولي للتصعيد الذي قام به حفتر لا يتضمن إدانة لمجلس النواب، أم أنه بالعكس يتضمن إدانة لمجلس النواب ووصفه بالمعرقل للحوار؟ أستاذ عبد الله الكبير. أيوة نعم. بالنسبة للتصعيد العسكري اسمح لي أن أوضح أن حفتر منذ أن أطلق عملية الكرامة وهو يسعى إلى السيطرة على بنغازي لم يدخر وسعا وبذل كل ما باستطاعته حتى يخضع هذه المدينة ويقضي على مجلس شورى ثوار بنغازي ويسيطر عليها بالكامل، وقد فشل في ذلك. التصعيد الذي طرأ أول أمس هو تصعيد إعلامي وهو تكثيف للضربات الجوية، ونحن نعرف أن القتال داخل المدن الضربات الجوية لن تغير في أي معادلة وفي أي توازن عسكري ما لم تكن مدعوم بقوة على الأرض. القتال داخل المدن صعب لأنها شوارع وأزقة يفهمها أهل المدينة الذين يقاتلون في مدينتهم بوسعهم التمركز، بوسعهم أن ينصبوا كمائن، أن ينشروا القناصات، وبالتالي هو تصعيد إعلامي وتكتيف لضربة عسكرية وإطلاق اسم جديد حتى ينسى الناس الفشل الأول لعملية الكرامة. بالتأكيد حفتر يسعى إلى تأسيس مجلس عسكري، يريد أن يستنسخ سيناريو السيسي في ليبيا، وقد صبر الغرب عليه طويلا. لو أنه تمكن من السيطرة أو أخضع حتى نصف البلاد على الأقل لتعامل معه ولاعتبره شريكا في ليبيا، ولربما ساعده على أن يسيطر على بقية ليبيا بالقوة العسكرية ويعترف به ويتعامل معه، لأن الغرب يتعامل مع القوي على الأرض. ولكن بما أنه قد فشل لاحظنا أن النبرة كانت قوية سواء في بيان الأمم المتحدة أو سفراء الدول العظمى، حيث نددوا وقالوا أنها جرائم ترتكب ضد مدنيين ترقى إلى جرائم حرب، ولوحوا خاصة في بيان الأمم المتحدة بمحاسبة مرتكبيها. علينا أن نتوقع في المدة القادمة أنه ربما يتحول ملف حفتر إلى الجنايات الدولية ويصبح مطلوب القبض عليه الجنائية الدولية، لأنه لا يجد أي سند يستطيع أن يفلت به من المحاسبة. لا هو تمكن من السيطرة على ليبيا وأصبح رئيس ولا استمر الدعم،
والنزاع في ليبيا انتهى بالاتفاق السياسي، إذا أصبح عاريا عن كل غطاء ومعرض في أي لحظة أن يطلب إلى محكمة الجنايات الدولية. طيب لكن سيد عبدالله الكبير، هل إدانة هذا التصعيد الأخير من قبل حفتر من جانب البعثة الأمم المتحدة وسفراء الدول العظمى، هل إدانة هذا التصعيد ووصفه بالمعرقل للحوار يقتصر فقط على خليفة حفتر والعسكريين موالين له، أم أنه أيضا يشمل مجلس النواب وحكومة أثني باعتبارهما هما المسؤولين والجسمات والسلطة التي يتبع إليها خليفة حفتر؟ رغم أن البيانات لم تشر صراحة إلى أي جسم في ليبيا، وإنما قالت فقط التصعيد العسكري، وبما أن حفتر يحظى بغطاء لحكومة أثني ولو شكليا، ولكن من المؤكد أن الغرب يعرفون أن حفتر لا يخضع لأي سلطة مدنية ويتصرف بمفرده، لكن الإدانة ضمنيا هي موجهة للبرلمان الذي تبنى عمليات حفتر، وهو الذي أعطاه رتبة فريق، وهو الذي كلفه بقيادة الجيش. نعم سيد خالد الفلاح، إذن الإدانة ترقى ضمنيا حتى إلى مجلس النواب، خاصة أنه أصدر بيانا يستنكر فيه بيان الأمم المتحدة وإدانتهم لهذا التصعيد الأخير. يعني هو البيان الذي أصدره مجلس النواب الحقيقة من أغبى الخطوات التي اتخذها مجلس النواب، لأن بهذا البيان يؤكد أنه هو المسؤول السياسي ويتحمل المسؤولية السياسية على الجرائم التي يرتكبها حفتر، وبالتالي يعني قد يتورطون في المستقبل، يعني إذا ما قرر المجتمع الدولي الوقوف بشكل حازم أمام خليفة حفتر فلن يتورط حفتر وحده، وأيضا سيتورط كل من دافع عنه وأولهم مجلس النواب. في الواقع كانت حركة يعني وبيان غبي جدا من مجلس النواب، قد يتحمل عواقب هذا البيان في المستقبل، ولكن هذا كله مرهون بسيطرة على الأرض، لأن إذا ما نجح وصمد ثوار بنغازي والثوار ليبيا. لكن سيد خالد الفلاح، يعني كما أشار أستاذ عبدالله الكبير، قال لا يخفى على أحد بأن خليفة حفتر لا يتبع لأي سلطة، وهو يتصرف بطريقة يعني فردية، يمكن أن توصف بأنه متمرد. يعني ما أردت أن أقوله، يعني بهذه الحالة خاصة أن اليوم شهدنا منع لعبد الله الثني من السفر عبر مطار الأبرق مجددا، يعني بعد منعه في الفترة الأولى، هذا ربما ما يؤكد ما حاولنا نصفه بأنه تمرد. نعم. فربما هذا ما يفسر أن الأمم المتحدة يعني لم تشر إلى مجلس النواب وإدانته واعتباره مسؤولا. صحيح صحيح صحيح، يعني هو الجميع يعلم أن مجلس النواب عبارة عليه يعني مجرد واجهة سياسية لحفتر، يعني فقط لا تملك من أمر حفتر شيء، يعني حفتر هو من يأمر وهي من تنفذ، وهذا هو ما يجعل الموضوع الحوار موضوع صعب جدا، وأنا شخصيا يعني لست متفائل بنجاح الحوار، لأن حتى لو افترضنا أن مجلس النواب أو من ينوب عن مجلس النواب في الصخيرات قام بالتوقيع على المسودة وتم اعتمادها، هل يمكن لمجلس النواب فعلا الخروج من هيمنة حفتر والتمتع باستقلالية في القرار؟ هذا أمر مستحيل، وكما قام حفتر بمنع اثنين من السفر بإمكانه بكل سهولة أن يمنع مجلس النواب من الانعقاد مثلا، من يستطيع منعه يعني، أو ما لعله مثلا يقوم باعتقال مجلس النواب، من يمنعه؟ لا يستطيع أحد في العالم أن يمنعه يعني. طيب أحيل هذه الأسئلة إلى الدكتور محمد الحريزي، وأسأله أيضا في ظل هذه الظروف كيف تتوقع يعني مسار الحوار في الساعات القادمة؟ اولا يعني لا نعول كثير على التنديدات وهذه البيانات التي تصدر، لانها يعني صدرت في حق كثير من المجرمين ولم تفد شيئا، صدرت في حق السيسي وفي حق الاسد في سوريا، وصدرت في حق كثير، ولكن سنرى انعكاس هذه التنديدات اذا كان فعلا الان اليون استجاب الى كل مطالب البرلمان وتغافل مطالب المؤتمر الوطني العام وبقيه القوى السياسيه المتواجده، فهذا يعني ان هذه التنديدات هي من باب يعني در الرماد في العيون كما يقولون، لان في السابق امريكا ادانت
التدخل الإقليمي في ليبيا، ثم بعد ذلك وافقت على صفقة سلاح جديدة لمصر، يعني مصر معروف لمن تستخدم في هذا السلاح، هي التي تساعد خليفة حفتر عسكريا وبكل الإمكانيات، وبالتالي هذه التنديدات نحن يجب ألا نفرح بها كثيرا ونعتقد أنها يعني ستكون في صالح المؤتمر أو في صالح الثوار، لا، أنا سنرى انعكاس ذلك فيما سيصدر الآن من مسودة من المتحدة، هل هي فعلا أخذت في الاعتبار القوة الفاعلة على الأرض اللي هي المؤتمر والأجهزة التابعة له من عسكرية ومن ثوار، أم هي تغافلت هذه الأشياء وتريد أن تفرض إرادة معينة هي في الحقيقة تدعم حفتر وتدعم البرلمان بشكل مباشر، هذا ما يجب أن ننتظره. أما هذه التنديدات فهي يعني يجب أن لا تفرحنا كثيرا، ولا نعتقد أنها بأنها تصدر في حق إسرائيل وتصدر في حق كثير من الاعتدادات الجرائم اللي تحصل في العالم، لكنها لا ينبني عليها عمل بعد ذلك. يعني طيب، لكن هل سياسة المجتمع الدولي بهذه الطريقة التي وصفتها من دعمهم لخليفة حفتر وللانقلابيين في ليبيا وضغطه باتجاه الوصول إلى اتفاق بأي شكل من الأشكال معهم، هل هذا المسار من وجهة نظرك دكتور محمد ربما يحقق شيء من الاستقرار الليبيين، خاصة أن المواطنين الليبيين في أغلب الأحوال يريدون اتفاقا، يريدون تهدئة، يريدون استقرارا وبأي ثمن، هل يمكن أن يتحقق الاستقرار بهذه الطريقة؟ أنا لا أتصور أن الاستقرار سيتحقق إذا لم تأتي كل الأطراف على وفاق على الأقل على القضايا الأساسية التي يعني تحول دون الوصول إلى اتفاق في الوقت الحالي. فرض أي اتفاق ربما يعالج الأمر وقتيا لكنه لن يحل المشكلة في ليبيا. المشكلة في ليبيا هناك ثورة وهناك ثورة مضادة، هناك من يريد العودة بنا إلى الخلف إلى كما حصل في كثير من ثورات العالم العربي أو الربيع العربي، وبالتالي يعني هذه الحلول لم تنجح في اليمن ولم تنجح في العراق ولم تنجح في أي جهة من الجهات، رغم أن المتحدة تدخلت وفرضت وضغطت على كل الأطراف للوصول إلى اتفاق لكنه لم يكن اتفاق يعالج الأشكال الأساسي الموجود في البلد. نعم. نحن لا نتمنى الخروج من هذه الأزمة، نتمنى اتضحت الفكرة اتضحت الفكرة دكتور محمد الحريزي، أريد رأي الأستاذ عبد الله الكبير الصحفي من لندن حول ما سمع. أنا الواقع بالفعل العربية بشكل عام تتعرض إلى هجوم مضاد من قوى إقليمية وحتى قوى دولية لإبقاء الأوضاع تحت السيطرة ولكي لا تتمرد الشعوب وتصبح قوة فاعلة في المنطقة، هذا مؤكد، ولكن لا يمكن أن تعود عجلة التاريخ إلى الوراء، الثورة اندلعت والتغيير مستمر قد يأخذ زمن طويل، وحتى الدول التي تتصور أنها في منأى عن هذا الربيع العربي سوف يصلها، ربما يصلها آجلا وليس عاجلا، وحينها ستدفع ثمن أفدح من الثمن الذي دفعه الشعب الليبي، لأننا دفعنا ثمن باهظ لأننا تأخرنا والعرب كلهم تأخروا في الثورة وفي التغيير وفي اللحاق بالعصر حين كان العالم يتغير من حولهم في موجات ثورية مختلفة. نعم هذا يعني بشكل عام، لكن سؤالي تحديدا حول هل الضغط من قبل المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة على النخبة السياسية والأطراف السياسيين من أجل الوصول إلى حل توافقي ربما لا يرضي الأطراف الرئيسية ولا يرضي شرائح كبيرة من المجتمع الليبي، هل الضغط باتجاه التوقيع حتى لو حدث هذا التوقيع وهذا الاتفاق هل سيحدث الاستقرار المنشود بهذه الطريقة؟ نعم سيحدث الاستقرار المنشود، ولكن هذا يتوقف على دعم هذا الاتفاق والاقتناع به من قبل الأطراف الرئيسية، عليها أن تعي، على كل طرف أن يعي أنه لن يحصل على كل شيء وإنما يحصل على ما يمكن الحصول عليه، من الأفضل للليبيين الآن تهدئة، إيقاف نزيف الدم، إيقاف الحرب، إعادة لملمة البلاد، وقف التدخل الخارجي خاصة في الجنوب وفي الجهة الشرقية من الدول الإقليمية التي لها مطامع في ليبيا، إعادة تأهيل الاقتصاد، كل هذه التحديات تنتظر الحكومة بالتأكيد. شكرا لك. من سيعرقلون أداء الحكومة؟ المجتمع الدولي سبق وأن هدد بأنه سيوقع عليهم عقوبات، وهناك خطوات ربما تكون غير منظورة الآن ولكنها هي استعداد لفرض عقوبات على كل الأطراف التي ارتكبت جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا. الآن مجلس حقوق الإنسان يعد تقرير عن الانتهاكات. اتضحت الفكرة أستاذ عبد الله الكبير، أتيح ما تبقى من الوقت للسيد خالد الفلاح حتى يعلق على ما سمعت.
نعم، يعني لازلت أؤيد أغلب ما قاله الزميلين الكريمين. الأطراف السياسية الموجودة تهميشها وفرض حكومة قد يؤدي إلى استقرار، ولكنه سيكون استقرار وقتي ومرحلي، يعني نوع من المسكن، حبة بنادول، يعني تقوم بتخفيف الألم لمدة ساعتين 3-4 ساعات، ثم تعود الألم من جديد، لأن الأورام موجودة. هناك الكثير من الأورام التي والأمراض المستفحلة في الجسد الليبي، هناك التطرف، هناك الفساد الإداري، هنالك الفساد السياسي. هذه أمراض ستعيق أي عملية تنمية وأي استقرار حقيقي، وإذا ما استمرت هذه الأمراض ولم يتم معالجتها من جذورها فسنظل نعيش في هذه الدوامة للأسف الشديد. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد الفلاح الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك الشكر إلى الدكتور محمد الحريزي المحلل السياسي من صبراتة، وكذلك الأستاذ عبدالله الكبير الصحفي كان معنا عبر الهاتف من لندن، ومفدنا أيضا عماد الدين بالعيد كان معنا في بداية الحلقة من الصخيرات عبر الهاتف. إلى أن تتجلى في الساعات القادمة مسار وينكشف الغموض الذي يحيط به الحوار في مدينة الصخيرات، إلى ذلك الحين نتمنى لكم الأمن والسلامة، والسلام عليكم.